حجية أم منو؟ أم جلال. أم جلال حجية، إيش ممكن تحكي لنا عن وضع الأيتام اللي أنتي مربيتهم؟ والله يا أم الأيتام أربعة، ثلاثة بالمدرسة، صغار، وهاي البنية بطلت تقول أنا استحي ما داوم، وتوني طلعت لهم جنازة، مو تقولين قديمة من البداية. البنية إيش قد مواليدها؟ البنية 2006 مو 2006 وبيا صف حاليا صف الخامس. بعد ايش بطلت؟ بطلت تقول ما اداوم استحي انا كبيره، ويعايروني يقولون انت كبيره. وبصف الرابع، هي كانت بالرابع مبطله، تمام اي، وما حد قايم عيشتهم، صح ياكلون ويا خوالهم الاكل اللي يسوونه ياكلون وياهم، بس لا طبيب لا ملابس لا اي شيء، علي انا العالم تنزلهم مرات انا اوديهم انا اجيب لهم. حجية شلون توفت والدتهم؟ والدتهم توفت بابو غريب، اي، هي ورجلها من هناك، احنا لقيناها بالمستشفى مال ابو غريب، اخذناها محترقه، اخذناها لمدينة الطب، ماتت 6 ايام توفت، وظلوا عندي الوليد عمره سنه وانا ربيتهم، صار 11 سنه. الله يكون بعونك حجية. لا مصرف لا شيء، لا حد يخابر عليهم، لا حد يريدهم، لا ابد، انا متكفلتهم. حجية وأبوه ما يسأل عليهم؟ لا 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 لا، كفيلك الله والرسول، لا يسأل ولا يدز ولا أبد ولا أبد، وهم يقوموا يتباتون منه، قلوا مرد اشتكي، يقولون بيبي لا تشتكي خليهم ما أريدهم. الله يكون بعونك حجية ويعطيك الصحة والعافية. رحم الله والديك. حجية سهل الخير يسمعون ندائك، شنو احتياجك؟ والله احتياجي مبردة ما عندهم، هذا جا الصيف والدنيا حارة ما عندهم مبردة، تمام، تلفزيونهم هذا تعبان، جابوا لهم الجوارين من هذا القديم، يوم يشتغلوا. حجية احنا نقدر نوفر لك مثلا اشياء مهمة، مثلا هسه المبردة عندك اهم من التلفزيون. مو؟ اي والله. واحنا صيف ما شاء الله يعني درجات الحرارة توصل 60 درجة. اي. فيعني افضل انه يكون مبردة افضل من التلفزيون. رحم الله والديك. اي. اي والله. فاهل الخير يسمعون ندائك، شنو احتياجك بعد لهم؟ والله احتياجي ملابس ما عندهم مال صيف، من اوقات صيف وملابس شتويه راح حاسه حاره بعد ما يلبسونها، لازم ملابس صيفيه كل وحده تراك سوت، تمام. اي تمام. هذا الوليد عندي ما يسمع يوسف، امر داخل الطبيب. حجيه تجين يعني نحاولك على طبيب انف واذن وحنجره؟ اي والله. احنا نعطيك هسه بطاقه طبيه مقدمه من برة الشاكري فرع البياع، حتى ترحين على دكتور وهو راح يعالجه مجانا بدول عيونك. اي، وان شاء الله نساعدك باللي نقدر عليه. هو يراد له طبيب، طبيب يعني طبيب عيون عنده حول، اي، او طبيب ما يسمع يعني، حط حلقه بذانه يلا يسمعني. ان شاء الله حاليا احنا راح نعطيك بطاقه طبيه مال دكتور انف واذن وحنجره بدول عيونك. اي، لان ما عندنا دكتور عيون حاليا بدول عيونك. لا اودي لي اليرموك على حساب الحكومه. ان شاء الله ان شاء الله عزيزتي حبيبتي، ممنونين منك.